هذا ما خلفه التفجير الذي استهدف مبنى التلفزيون الحكومي وسط مدينة دونيسك بإقليم دونباس، وهو التفجير الذي قال الانفصاليون إنه لم يخلف ضحايا بحكم أن هذا المبنى وهو ملاصق للمبنى الرئيسي، بمعنى أنه مبنى ثانوي بالمجمع الحكومي التلفزيوني في دونيسك، كان خاليا في حينها بحكم أنه وقع هذا التفجير في ساعة متأخرة من الليل، وتحديدا في الساعة 1 ليلا. وقالوا بأنه تم بزرع عبوة ناسفة تزن كيلوغرام 1.5 في هذا المكان بالتحديد. هذا التفجير كان قويا وطال عددا من المرافق وأيضا القاعات ضمن هذا المجمع التلفزيوني التابع للمبنى الرئيسي في مدينة دونيسك، ووصفه الانفصاليون بأنه عمل إرهابي ويهدف إلى خلق فوضى وأيضا زرع نوع من حالة من الرعب في صفوف أو داخل مدينة دونيسك والمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون، وهو التفجير الرابع خلال أسبوع واحد هنا في مدينة دونيسك. أمين درغامي، الجزيرة من مدينة دونيسك.